أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاثنين عن مبادرة له حول الأزمة الوطنية وقضاء الانتقال الديمقراطي. وقال حمدوك في تدوين عبر فيسبوك أنه شرع في إجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع قيادة السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، وذلك بخصوص تطوير مبادرة له بعنوان الأزمة الوطنية وقضاء الانتقال الطريق إلى الأمام. وأضاف تهدف المبادرة إلى توحيد مكونات الثورة والتقييد وإنجاز السلام الشامل وتحصيل الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة حرية سلام وعدالة. ولم يقدم حمدوك أي تفاصيل أخرى بشأن المبادرة، لكنه قال أنه سيعقد تنويرا صحفيا بخصوصها اليوم. جددت الحكومة الاثنين طلب استبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن القوات الأممية بمنطقة أبيي المتنازع عليها مع جوا بقوات أخرى. جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي وفد الأمم المتحدة الخاص بالشؤون السياسية وقوات حفظ السلام برئاسة جراهام ميتلاند مدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم. ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، وذكر البيان أن وزيرة الخارجية جددت طلب الحكومة السودانية لاستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن يونيسيف بقوات أخرى نظرا إلى المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا وفقدان قواتها صفة الحيادية وهي شرط أساسي لإنجاز مهام البحثة. وأشادت المهدي بالدور الكبير الذي تقوم به بحثة يونيسيف لحفظ السلام في منطقة أبيي، وأشارت إلى جهود حكومة السودان لحل الخلاف حول المنطقة مع دولة جنوب السودان وديا وعبر تفعيل دور الآليات المشتركة لمراقبة الحدود. أدى الولاة الجدد اليمين الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الاثنين في القصر الجمهوري بالخرطوم. حضر مراسم تأدية اليمين الدستوري رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس القضاء بالإنابة عبد العزيز فتح الرحمن وحاكم إقليمي دارفور مني أركو مناوي. السودان يمنح ولايتين حكما ذاتيا. وقال والي النيل الأزرق أحمد العمدة في تصريحات صحفية عقب أداء اليمين أن تعيين الولاة الجدد يأتي تنفيذا لاتفاق جوبا للسلام في السودان. وأضاف أن ولاية النيل الأزرق عانت كثيرا من ويلات الحرب، معربا عن أمله في أن يخلق اتفاق جوبا بيئة جاذبة للعيش الكريم لمواطني الولاية. قضى حريق شب في 4 سواقي في منطقة مشكلة بمحلية دلقو شمالي السودان الاثنين على 15,000 نخلة، وتعد هذه خسائر قياسية مقارنة بحوادث حريق النخيل المتكرر في منطقة شمال السودان التي تشتهر بالزراعة وإنتاج التمور. وقال مدير شرطة الدفاع المدني بالولايات الشمالية الملازم وائل عزمي في تصريح صحفي أن قواتهم بمدينتي دونغولا ودلقو ساهمت بشكل كبير في احتواء الحريق الذي تعرضت له منطقة مشكلة، مما أسهم في تقليل حجم الخسائر والأضرار. وأكد مواصلة مجهودات قوات الدفاع المدني في مجابهة حرائق النخيل المتكررة بعدد من محليات الولايات الشمالية رغم شح الإمكانيات وعدم توفر العدد الكافي من عربات الإطفاء. وتكثر حوادث حريق النخيل في شمال السودان ولم يعرف أسبابها على وجه الدقة، لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن الأمر يعود لتغييرات مناخية وبيئية. يشارك وزير الدفاع ياسين إبراهيم في مؤتمر موسكو للأمن الدولي المقرر عقده الشهر الجاري. وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السودانية أمس الاثنين لوكالة أخبارية أن وزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم ياسين ومعه ممثلين من منظومة الصناعات الدفاعية السودانية سيشاركون في مؤتمر الأمن الدولي التازع في الفترة من 22 إلى 24 من يونيو الجاري بموسكو. كشفت الشرطة عن وقوف 8 من منسوبيها وراء الدعوة لإضراب 30 من يونيو وهم لا يمثلون الشرطة. وكشفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة متمثلة في لواء شرطة آدم إبراهيم محمد الحاج عن رصد الشرطة الأمنية لـ8 من منسوبيها هم وراء الدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لإضراب منسوبي الشرطة في 30 من يونيو، مشددا على أنها لا تمثل الشرطة التي معروف
عنها ومنشود لها بالانضباط، كما أن الدعوات للإضراب مرفوضة ولا تتوافق مع كافة الأجهزة النظامية ومسمياتها. وطالب الحاج جميع القوات بالجوازات والهجرة برفع التمام في 30 من يونيو الجاري على أنهم جميعا حضور يباشرون عملهم بصورة معهودة. ولفت إلى أن اجتماع هيئة قيادات الشرطة ناقشت تلك الدعوات ووجهت بالتعامل معها بصرامة مطلوبة ولازمة، طالما أن الشرطة قوة نظامية مشهود لها بالانضباط. أما في الشأن الرياضي، كشف الألماني هاني مختار لاعب ناشفيل الأمريكي أنه يطمح للانضمام إلى قائمة المنتخب السوداني الأول والمشاركة في المنافسات المقبلة، لا سيما بطولة أمم إفريقيا التي من المقرر أن تنطلق مطلع العام الجديد. وقد مثل صاحب 26 عاما المنتخبات الألمانية في جميع المراحل السنية من الناشئين إلى الأولمبي، لكنه لم يشارك مع المنتخب الأول وحقق مع منتخب الشباب لقب بطولة أوروبا في الرابع عشر. وسجل هاني مختار هدف ألمانيا الوحيد في النهائي أمام البرتغال، علما أن اللاعب ولد في برلين لأم ألمانية وأب سوداني. وقال مختار في تصريحات للعربية نت: أتطلع للانضمام إلى المنتخب السوداني في منافساته المقبلة، في الوقت الحالي الأمر يبدو صعبا بسبب ظروف وباء فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في الدوري الأمريكي، وبمجرد أن ننتهي المنافسات في أمريكا ديسمبر المقبل فسوف يكون أمامي فرصة للمشاركة مع المنتخب في كأس العرب وأمم إفريقيا. أما في الشأن المحلي، كشف رئيس لجنة التطبيع لنادي الهلال هشام الصوبات عن خطة عمل سيتم الشروع في تنفيذها مباشرة تشمل ملف الإضاءة والمحترفين. وقال الصوبات في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك الثلاثاء أنه تواصل مع المستشار تركي آل شيخ وتمحور الحديث عن الراهن الهلالي والقضايا العاجلة بجانب المشاريع الاستراتيجية التي سبق أن وضعنا خطوطها العريضة. وأضاف: هنالك العديد من الأفكار النيرة ستكون حاضرة على أرض الواقع. وطمن هشام الصوبات جماهير الهلال بشأن الملفات الزرقاء، مشيرا إلى أن قلقها سيزول قريبا وسيتم وضعهم في الصورة أول. فمعرفتنا بالمطلوبات يأتي من واقع تواجدنا في مركز صناعة القرار، إضافة إلى متابعة الشخصية على مدار الساعة لردود الأفعال الجماهيرية وكل ما يصدر عنها. وفي ديسمبر 2020 أعلن تركي آل شيخ عن قبوله لمنصب الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني، وذلك بعد تلقيه خطابا من إدارة الأخير يفيد بذلك. نهاية الموجز الأخباري، موجز العاشر من قناة الهلال.